صبري بقولك ايه، هو البروتين اللي هشام صاحبك جابه من البرازيل ده مش بيتباع هنا؟ لا 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 لا، ما اعتقدش. هشام مش بينزل منه غير في البرازيل بس. بس اشمعنى يعني؟ مش انتي معاكي ازازه تكفيكي مره كمان غير اللي عملتيها امبارح؟ ايوه، الازازه اللي معايا لسه فاضل نصها بس. الكوافيره امبارح وهي بتشتغل لي بيه قالت لي ان خامته نظيفه قوي، وبجد فعلا هو ما كانش ليه ريحه ولا اي حاجه وهي بتعمله لي. وبصراحه يعني انا مبسوطه بيه قوي زي ما انت شايف، يعني حاسه شعري بقى اطرى كده وفرد وبقى ناعم. فبجد لا، هو مش زي اي بروتين عملته قبل كده هنا بصراحه. واصلا بقى الكوافيره لما شافته من كتر ما هو عجبها كان نفسها تشتري منه، فبتسالني لو بيتباع هنا. ايه ده، هو عجبها للدرجه دي؟ يا بنتي ده هشام صاحبي اللي بيصنعها في البرازيل اصلا، وكان قايل لي قبل كده اشتغل معاه في الموضوع ده، بس انا بصراحه ما اهتمتش بالبروتين البرازيلي. هقول ايه، ما انت جاهل ووش فقر. انت ما شفتش الكوافيره اتهبلت عليه ازاي؟ طب بقول لك ايه، احنا لو عملنا بيزنس البروتين البرازيلي ده على فكره ممكن نتنقل نقله تانية خالص. طب ما تيجي نجرب نعمل كده. طبعا نعمل كده ونص. وبعدين اصلا هو ده سيزن البروتين، بما اننا داخلين على العيد والصيف كل الستات والبنات بتعمل بروتين في الوقت ده، واللي عاملاه بتجدده تاني، فبجد ممكن نكسب منه ذهب. ايه ده، هو في ستات وبنات كتير بتعمل بروتين للدرجه دي؟ ايوه طبعا، امال الشعور الناعمه السايحه النايحه دي كلها جت منين؟ انا كنت فاكرها طبيعي وجينات، وان اللي بيعملوا زيك دول قليلين يعني. الجينات دي هناك يا حبيبي، في البرازيل مش هنا. وبعدين ثانيه واحده، يعني ايه اللي بيعملوا زيي؟ قصدي اللي شعرهم اكرا أك... ك... كر... ك... كر... كيرلي كيرلي قصدي اللي شعرهم كيرلي وبيفردوه. ماشي، هعديها لك عشان ورانا كلام اهم. بس المهم زي ما بقول لك، معظم البنات والستات هنا بيستهلكوا بروتين كتير قوي في الفتره دي. وانا اقول، انا اقول برضو الستات بيحلووا كده ليه في المواسم؟ ده انت مفيش فايده فيك بقى ومصمم تستفزني، ومفيش فايده في ذوقك كمان. يعني تقعد في البرازيل قد ما تقعد ولسه بتبص للستات هنا وبتركز معاهم برضو. يا بنتي انت فهمتي ايه؟ انا مش ببص لهم بصه فيها اعجاب لا سمح الله، انا نظرتي ليهم نظره تحليليه للمجتمع المصري في العموم بعد غياب فتره كبيره عنه وعن الواقع المصري. انا مجرد رجل متامل مدقق محقق يعشق التفاصيل. بس والنبي كفايه هري بقى، خلينا في المهم. انت عارف سعر الازازه طيب هيقف علينا بكام؟ بصي، هو هشام كان بعت لنا دي هديه، بس اللي انا فاكره انه كان قايل لي قبل كده انها بالمصري تعمل لها بتاع 1300. يا لهوي، 1300 بس؟ انت عارف ان اقل وارخص كوافير هنا بيعمل للبنت الواحده ب 3000 جنيه؟ واصلا الازازه بتكفي اتنين، يعني انت متخيل احنا ممكن نكسب منه قد ايه؟ ايه ده؟ بتهزري؟ لا طبعا، ده يبقى مشروع جامد جدا. خلاص خلاص، يلا انا موافق. طب يلا كلم هشام خليه يبعت لنا كرتونتين بسرعه، وانا هكلم توحيده اقول لها ان احنا ممكن نجيب لها كميه حلوه الفتره دي، وممكن كمان بقى ايه نعمل اعلانات على السوشيال ميديا بقى عشان نبيع باقي الكميه لو هي ما خدتهاش كلها. لا 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 لا، استني والنبي، مش عايزين الحماس ياخدنا ونلبس الكرتونتين. كلمي توحيده الاول، شوفيها محتاجه كام ازازه، وتعالي نعمل فيديو على السوشيال ميديا بالازازه اللي معاكي دي، ونشوف رد فعل الناس. لو جالنا اوردرات نبقى نطلب الكرتونتين. خلاص خلاص ماشي، موافقة. وممكن كمان أخلي ماما تعمل النص التاني اللي فاضل من الإزازة اللي معايا عند توحيدة، ونخليها تعمل فيديو هي كمان عندها. أكيد الناس على السوشيال ميديا ما تعرفش إنها مامتي، فهيفتكروا إن ده ريفيو من حد تاني جربه يعني. مساء الخير يا اخواتي، انا مش بتاع بروتين ولا عامل بروتين، اكيد مش محتاج اوضح القرعه باينه ايه، بس معايا صفقه بروتين برازيلي اتجنن. ايوه يا جماعه، البروتين البرازيلي ده تحفه بجد. بصوا شعري بقى ناعم وطري ازاي؟ بجد لازم تجربوه، مش هتندموا، عشان زي ما انتوا شايفين اهو مكتوب على الازازه انه ما فيهوش فورمالين، وفعلا بجد وانا بعمله ما طلعش ريحه خالص. يلا يا اخواتي، يلا اللي عايز بروتين برازيلي يلحق يبعت لنا دلوقتي حالا، هنرد عليكم بكل التفاصيل، وبالرقم اللي هتحولوا عليه 20% من ثمن الاوردر عشان تستلموا اوردراتكم قبل العيد. لا وكمان عندنا مفاجأة لأي حد هيطلب أكتر من إزازة، هنعمل لكم خصم على المصنعية بتاعة البروتين عند كوافيرة جامدة جدا، بس مش عايز أحرق المفاجأة بقى دلوقتي وإلا مش هتبقى مفاجأة. يلا يلا بعتولنا حالا عشان شعركم يبقى زي شعر الحصنة. شعركم يبقى زي شعر الحصنة؟ بجد هو ده المثال اللي جه في دماغك؟ ما أنت عارفاني في الارتجال مش قد كده يعني، بس يعني تفتكري الفيديو ده هيجيب ناس؟ بص مش عارفة، بس أنا متفائلة بصراحة. أنا هبعته بقى لكل أصحابي اللي عندهم فولوورز كتير عشان يعملوا لنا شير كده، وإن شاء الله ربنا يكرم. استنى بقى أكلم ماما أقولها تجهز نفسها. أيوة يا ماما، إزيك يا حبيبتي؟ بقولك إيه،
مش انتي كنت قايله لي ان شعري عجبك وعايزه تعملي شعرك بروتين زيي؟ اه يا ريت يا حبيبتي، ده انا شعري اتبهدل قوي من كتر الصبغه والبيبيليس. خلاص بصي انا عندي فكره حلوه قوي، انا لسه معايا نص الازازه اللي انا عملت منها، هاخد لك ميعاد من توحيده اللي عملت لي وخليكي تروحي لها بكره تعملي فيديو ننزله على السوشيال ميديا عشان الناس تطلب اوردرات منه، يمكن ده يبقى مشروع العمر بقى ونكسب منه حلو. الله خلاص ماشي موافقه، يلا بينا. ربنا يكرمك ويرزقك يا سلمى يا بنتي. بصي يا توحيدة، أنا هقف أصوركم من هنا وانتي حاولي ما تتكلميش قوي عشان يبان إن ده رد فعل طبيعي من زبونة بعد ما شافت نتيجة الشغل. خلاص ماشي، أنا مش هفتح بقي غير في الآخر. إيه ده إيه ده؟ إيه النتيجة المذهلة دي؟ لأ لأ أنا مش مصدقة نفسي. الله عليكي يا توحيدة يا لاشين، هو ده البروتين اللي أنا عايزاه. تسلم إيدك حبيبتش قلبي والله. بصوا بقى يا حبايبي، البروتين القمر ده هيبقى متوفر عندي بكمية كبيرة خلال ايام. عسل يا ماما، بجد عسل، الفيديو طالع حلو قوي، ربنا يكرمنا بقى وتيجي اوردرات. صبري الحقني، الفيديو بتاعنا جاب 800,000 وفيديو ماما وتوحيدة جاب 2 مليون في يومين بس. وبص بص كمية الاوردرات اللي جت، انا مبسوطة قوي بجد. يا فرج الله يا فرج الله. طب يلا بسرعة يا جماعة الاوردرات والديبوزت علشان ابعت لهشام يجيب لنا بقى واقول له محتاجين قد ايه بالظبط. جمعتهم لقيت ان احنا محتاجين 4 كراتين. حلو قوي، 4 كراتين على البركة، خلاص هكلمه حالا. هشام يا حبيبي ازيك، وحشتني قوي. يا صبريكو انت كمان وحشتني قوي، طمنا عليك. يا ساتر انا بقيت بخاف من صبريكو دي. انا تمام الحمد لله فل. بقول لك ايه، فاكر مشروع البروتين اللي قلت لي عليه قبل كده؟ يا صبري انت لسه فاكر؟ ايوه طبعا، وحاولت اقنعك ساعتها ان احنا ممكن نكسب منه حلو قوي، بس انت ما اقتنعتش. اديني يا سيدي اتغيرت اهو، واقتنعت وجالي اوردرك كمان. ايه ده اوردرات ازاي؟ اوردرات على البروتين اللي انا بصنعه؟ ايوه يا عم ايوه والله، ده شكل الزهره هيلعب معانا ادي اتش. المهم عايزك تجهز لي 4 كراتين بروتين حلوين كده، ها، من على وش القفص ولا شوف بتقولوها ازاي، وبعتهم لي على طول. ها ولو كده هحول لك جزء من الفلوس دلوقتي بقى والباقي لما نستلم، انت فاهم. 4 كراتين بحالهم؟ عينيا يا كبير، ابعت لي عنوانك حالا وانا هبعت لك على الواتساب بيانات تحويل الفلوس.